بدنا نمشي مع الوقت هلا، في اسئله بدنا نلحق قبل ما يخلص الوقت نكون مجاوبين عليهم كلهم. يلا. استاذ ملحم، مع الوقت اكتشفت انه الفن مجد باطل؟ اذا بتعيشه كامل هيك وبتفني كل حياتك، تنزع حياتك كرماله؟ لا، انا من هالنوعيه، انا معتدل بكل شيء، يعني اعطي وقت لعائلتي، اعطي وقت لفني. مع الوقت تغيرت علاقتك بالمرايه؟ لا، هذا بيرتبط اني انا ما بحب احضر حالي كمان، بس ما كتير بوقف على المرايه اذا بزبط شعري بس. مع الوقت صرت تخبي قرشك الابيض ليومك الاسود؟ كمان لا. هلا وقته هذا. مع الوقت صرت تدرس خطواتك الفنيه اكثر؟ اكيد، كل ما تقدمت كل ما كبرت فنيا كل ما بتفكر اكثر بكثير طبعا. مع الوقت صرت تحكم عقلك اكثر من قلبك؟ دائما، انا كثير عقلاني، كثير بفكر من هون اكثر من قلبي، مع اني يعني قلبي منيح كمان، بس دائما بحسب الامور بعقلي قبل. مع الوقت صرت تخاف من المستقبل اكثر؟ صار في اولاد، اكيد اولاد وعائله بتطلع فيهم عم يكبروا، لازم نأمن لهم كثير اشياء، لازم اكيد فرق ما تكون لحالك وعزابي وما في عائله. خلصنا قبل ما يخلص الوقت. طب اسالك سؤال بقى بتلحق.